السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا مجددا بأحلى متتبعين اللي فيهم خوتي وخواتاتي والميمات والأباء. أكثر يركزوا لي على الميمات اللي أنا دائما كنقول لكم هما نقطة الضعف ديالي الوحيدة. الله يخليكم لنا والله يطور بعمركم ويعطيكم الصحة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد وأكيد أكيد أكيد ثم أكيد غادي تلقاو فيه معلومات أو نصائح اللي جد قيمة. خليكم معايا، كنصحكم وكندعوكم للمتابعة من بداية الفيديو إلى آخره. غضحكوا شوية وغتستفدوا كثير إن شاء الله بحول الله. الله يجعل دائما نكونوا هكا خير لبعضياتنا إن شاء الله يا ربي. كما كتستفدوا معايا مني حتى أنا كنستفد منكم بملاحظاتكم، بعض التجارب ديالكم كتكتبوهم لي في التعاليق اللي مشكورات عليهم. ما نطولش عليكم أكثر، وما تنساونيش الناس العزيزة بلايكاتكم بالبارتاج بارتاج بارتاج بارتاج. الله يخليكم، بارتاجيو على الماكسيموم ديالكم. الله يحفظكم ويطور بعمركم. شكرا لكم ونمشيو مباشره نتعرفوا على محتوى الفيديو، واكيد ثم اكيد نتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. يا ربي كنتمنى ان الفيديوهات ديالي يكونوا كيروقوكم وكيعجبوكم، وتكونوا اهم حاجه انكم كتستافدوا معايا، وخصوصا خصوصا نقدر نقول 90% للمبتدئات يكونوا كيستافدوا. يعني النصيحه الاولى فيما يخص الحوت، خصوصا السردين هكا ملي كنشريوه وكنبغيوه نشرملوه هكا ونقليوه ولا المهم نطيبوه، خصوصا اللي كيكون هذا الكبير، هذا الغليظ ماشي الشطون. النصيحه اللي غنعطيها لكم هو ملي تغسلوه ضروري تنشروه بحال هكا. انتما كتشوفوا الريح كيهز الميكا باش تعرفوا حتى حدا السرجم هكا. نشروها البنات هنا، خاصو ينشف هكا، ينشف. علاش؟ لانه ملي كيدار فازق ما كيقبضش الشرموله وكيجي غير ميص كما كنقولوا بهذا المصطلح اللي عرفت الميص شناهو تقولها ليا في التعاليق. المهم خاصو ينشف باش ملي كديري ليه الشرموله المغربيه ديالو كيقبضها وكيجي بنين اكثر. ضروري ينشف فحالو فحال الدجاج تماما البنات. الدجاج ملي تبغي تشرمليه سواء تشويه ولا تقليه ولا ديريه في الفران، ضروري الدجاج ملي تسالي ديري فواحد الشبيكه ولا لا عندك شي غانجو علقيه في شي بلاصه هكا في الكوزينه وخليه كيتسقطر حتى كينشف. علاش مولين الدجاج كتلقايهم دايرينهم في الغون في دوك الغانجوات بحال هكا ومخليين الدجاج خصو يتسقطر من الماء تماما. قد ما كناشف قد ما كيشرب العطريه اكثر. صافي الناس زوينين، هذه هي الفكره اللي بغيت نتقاسمها معكم. وكنرجع مره اخرى نقول يا ريت تكونوا كتستافدوا معايا، ونمشيو ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. وهنايا الناس زوينين كذلك، بما ان جاي وقت البرد اكيد تبارك الله بزاف ديال السيدات اللي كيكونوا كيديروا ليغون في يديهم باش كيغسلوا الماعن باش كيشقاو باش وتحيه ليهم. ودائما تنقول لهم انا كنعطيكم الشابو اللي كتعرفوا تشقاو بهم، انا ما كنعرفش نشقى بهم نهائيا. والدليل هو انني هنا واخا شريتهم غير ميتهم. يا ربي اسمح لي سمحوا لي على هاد الليقا شبعانه صداع حيت كثره ميا غير على واحد الشجره البنات، حيت ما كنستعملهمش. المهم راه واخا غسلتها ما بغاش تفك حيت انا ما كنديرهمش غير ميا في الجرده برا. المهم نتوما غتوصل لكم الفكره وما ديوش عليها، وانا عارفاكم ما غديوش عليها حيت نتوما دياولي نتوما دياولي ما غاديش تديو عليها. راه عاده ملي كتاخدي الليغا ديالك وكتشريها جديده وكتلبسيها بحال هكا، هذه هي الطريقه التقليديه اللي كنديروا بحال هكا وكنبداو نغسلوا الماعن. ولا اكثريه الناس اللي عندهم الشبكه معلقه بحال هاد الشبكات اللي معلقين فوق الروبيني، كنبقاو غسل 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 وكنهزو كنحطو كنهزو كنحطو. شو كيوقع لينا دائما كهاد الماء اكيد مع الهزان ديال اليد كيبقى يهبط وكيلصق لينا كيفزق لينا الحوايج اللي تيكونوا في يدينا. هنايا احسن طريقه شنو ديري هو انك ملي تلبسيها ما تخليهاش هكا، كفيها رجعي ليها هذا الاخير هذا هكا بحال كديري الحاجز لذاك الماء. ملي كتكوني كتغسلي وكتبقاي تهزي يدك تحطي الماعن، داك الماء كيهبط وكيلقى هنا كيتقلت هنا، وبالتالي ما كينزلش لك هنا على حوايجك ويفزق لك كمايمك. وهذا دائما كيضرب هنا وكيرجع كما كتشوفوا دابا. شو انا حيت كنت مفزقه غسلاها زعما يا خساره انا غسلتها المهم ما ديوش عليها. انا غير كنبغي نوصل لكم الفكره باي طريقه كانت، سواء عندي سواء عندي البديل سواء شوفوا حتى حاجه ما كنخزنها عليكم. كما قلت لكم نتوما ديالي وانا ديالكم وما كاينش فرق بيناتنا. ونمشي ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه.
وهنا يا خوتي بغيت نعطيكم واحد المعلومه زوينه زوينه وجربوها، واكيد نهار اللي غادي تجربوها غادي تلاحظوا بالفرق. ملي تكونوا كتقليو هكا السردين ديالكم ولا اي نوع ديال الحوت كيما بغى يكون، الحوت الازرق ولا الحوت الابيض ولا اللي كان في القلي، هنا شويه ديال الزيت، هزي واحد الفصيص ديال الثوم بالقشره ديالو، ما تنقيه لا والو، ورميه هنايا في ديك الزويته وانت كتقلي عادي. ملي بدا يبان لك كحال، هو اكيد راه غادي يكحال، كان عندك الحوت بزاف وباقا كترمي يعني طرحه مورا طرحه، ملي كيكحل هذاك كتزوليه وكديري واحد رغي سنينات صغار، كتزيدي واحد اخر وهكذا حتى كتسالي القليان ديالك، كيعطي واحد النسمه زوينه في ديك الزويته اللي كيتقلى فيها الحوت وتيجيكم بنين بزاف بزاف. انا هاد القضيه الله شاهد عليا انني شفتها عند اصحاب القهاوي، طلقت عيني وهي تبان ليا الفص ديال الثوم مع اختكم فيها حب الاستطلاع وانا نسولو قلت له والو شنو كيدير داك الثوم تما، قال لي راه كينسم الزيت وكيجيب الحوت زوين. صافي انا وصلتها لكم، صحتكم وراحتكم. وهنا الناس زوينين جيت معكم الفكره الاخيره اللي زوينه، انا متاكده غادي تعجبكم، غادي نحيدوا بها السواد ديال الصيف كامل، سواء في يدينا سواء في العنق ديالنا. بعدوا ليا غير من الوجه ونقول لكم علاش، عندكم العنق اليدين والرجلين، كتعرفوا الرجلين تبارك الله مع لي طراس ديال الصنداله وهذه ديال الصباع ولا خويطات ولا اكيد كتبقى جهه بيضاء جهه كحله، ما عليكم غير بنص حامضه، والحامضه البنات خطير في ازاله السواد ملي كيكونوا هكا في الكوعين وفي يدينا وفي الركبه، ملي كتكون الركبه كحله ولا كاع البلاصه اللي كتكون فيها الكحوله، غير ما ديروش لوجهكم، لان بزاف ديال الناس كتكون عندهم حساسيه مع الحامض، تقدر ديريه في وجهك يعطيك احمرار يعطيك حبوب يحرق لك البشره ديالك، المهم بعدوه من الوجه ديالكم. كتاخدي نص حامضه كديري فيها هكا شويه ديال المعجون ياك ديال الاسنان بغض النظر كيما بغى يكون، من الاحسن كان هاد الابيض هذا ديال فليو، يا سلام يا سلام، فليو مع الحامض. كتاخدي القهوه، هذا هذه القهوه انا عندي مطحونه على اليد، الا كانت عندك سريعه الذوبان ديريها اللي كان ديري، ما تعقديش الامور، غتقبطيهم هكذا كما قلت لكم وغادي بسم الله على بركه الله وتبداي تحكي ليا، وانت كتحكي في نفس الوقت كتبريسيها نص حامضه باش كيخرج هذاك لوجي ديالها العصير ديالها بحال هكا. شوف يديكم رجليكم عنقكم وسطوب، بغيتو ديروها في شي بلاصه هكا يعني في شي بلاصه اللي عندكم سواد من غير الوجه، انا الا الوجه ها انتم شو كي كنعصر الحامض وهكا حكيها ليا مزيان على خاطرك هكا بشويه، خليها في يدك واحد شويه وغسلي وتحت رجلاتك صافي، وعاودي العمليه كل ما سنحت لك الفرصه ديريها نهار اكو ديريها يوميا انت كاع، ما فين كاين المشكل، ما كاينش المشكل. صافي ركزوا على هاد البلايص اللي كيكون عندنا هذيك السواد في هاد في هاد الجلد اللي تيكون عندنا هنايا مكمش بحال هكا، رجلاتك عنيقك وتفرجوا لي على البيوضه اللي غادي تولي عندكم هكا كتشقشق، جربوها وعاد رجعوا حكموا ورجعوا قولوا لي الخبر وقولوا لي شنو كاين. صافي الناس زوينين، انا كنعطيكم كل ما هو طبيعي واللي امن وما يضركمش، كما كان عندي غرض انا كون كاع ما نقول لكم لا عندكم ديروها لوجهكم، كون ما نقولهاش ونقول صافي انا عطيت الوصفه ماشي سوقي، ولكن لا، رحم الله من عمل عملا فاتقنه، بعدوا ليا من الوجه. شوفوا شوفوا انا نغسل اليد ديال البنات ونرجع نوريكم البيوضيه كي دايره. هنا الناس شوفوا يدي كي كتولي بيضاء، ورا قلت لكم الصوره المصغره قلت لكم شوفوا غير البيوضه ديال يدي تعطيكم الخبار، داوموا عليها وشوفوا ان شاء الله النتيجه بعويناتكم. هكذا الناس زوينين، غنختم معكم غير في السرجم هنايا، غادي نقول لكم ما سخيتش بكم وغنقول لكم كذلك رجاء انتم رجاء ما تحرموش بنتكم واختكم اللايكاتكم، الله يجازيكم بخير وبالبارطاج، شكرا لكم وادام الله عليكم الصحه الى فيديو اخر، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومع الف سلامه.